وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم يا ربنا، يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا ربنا، إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.